السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل جديد بعمله يوصل لحضراتكم وكل خبر جديد يوصل لحضراتكم. ما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا. ويلا بينا دلوقتي نشوف الخبر الجديد اللي معانا، يا ترى ايه؟ كيف قضى السياح الروس أول أجازة لهم في الغردقة بعد انقطاع 6 سنوات؟ خبر المعانا بيقول للسياح طبع خاص في التنزه وقضاء أجازتهم في مدينة الغردقة وشرم الشيخ، حيث إنهم كانوا يمثلون أكثر من 30% من نسبة السياحة قبل عام 2015. بعودتهم مرة أخرى هناك توقعات بارتفاع معدلات الوصول إلى 3 ملايين سائح سنويا وعدة برامج سياحية نظمتها شركة السياحة المختلفة للسياح الروس. فأول زيارة لهم للغردقة بعد انقطاع دام لسنوات من أهم تلك الزيارات الرحلات البحرية والحفلات الليلية التي يعشقها السياح الروس. من جانبه قال أبو الحجاج العماري مدير فندق سياحي بمدينة مرسى علم أن الفندق استقبل عدد من السياح الروس الذين وصلوا في أول أيام عودة السياحة الروسية يوم الاثنين الماضي. بمجرد وصول الروس للفنادق المختلفة تم تجهيز حفل استقبال كبير لهم، رفعت خلال الحفل الأعلام المصرية والروسية احتفالا بهم. وأضاف مدير الفندق السياحي أنه كذلك تم تجهيز برامج سياحية كبيرة لهم، منها الرحلات البحرية ومنهم من قصد الجزر وآخر من قصد رحلات الغوص، فضلا عن رحلات التنزه في المناطق المختلفة مثل المحميات الطبيعية في مرسى علم، وغير ذلك الحفلات الليلية التي يعشقها السياح الروس. في مدينة الغردقة قال هشام عبد الصمد مدير أحد أكبر الفنادق هناك بعاصمة محافظة البحر الأحمر إنه أيضا نظم الفندق بتاعهم، يعني نظم حفل كبير للسياح الروس فور وصولهم. تخلل الحفل فقرات فنية مصرية وأخرى روسية، ومن بين الفقرات التي لفتت انتباه الجميع لعبة الفلاي بورد على شواطئ البحر الأحمر. وأضاف مدير الفندق السياحي أن السياح الروس أبدوا سعادتهم الكبيرة بالعودة مرة أخرى لمدينة الغردقة، وأكدوا أنهم انتظروا كثيرا للعودة مرة أخرى لمعشوقتهم الغردقة. وأكد أن طوال أجازة الوفد الروسي الأول للغردقة سيتم تنظيم فقرات وحفلات مختلفة لهم من قبل الفنادق المختلفة لإدخال البهجة عليهم. كما نظم الوثيق مبادرة ادعم سياحة بلدك حفل كبير داخل إحدى الفنادق السياحية الكبرى بالغردقة احتفالا بعودة السياحة الروسية لمدينة الغردقة مرة أخرى بعد انقطاع دام أكثر من 6 سنين. وأشعلت فقرة الفلاي بورد الشهيرة في مدينة الغردقة التي يقوم بها اللاعب الوحيد الأشهر في الغردقة مجدي عبد الغني بمعاونة عدد من أشقائه، حيث نالت فقرة الفلاي بورد إعجاب السياح الروس وقاموا بالتقاط صور وفيديوهات له أثناء عمل فقرة الفلاي بورد، وكذلك وسط أغاني وطنية مختلفة ما بين مصرية وروسية. كذلك تخلل الحفل فقرات استعراض روسية وأخرى مصرية مثل التنورة وفقرات شو روسي، وانطلقت احتفال بمبادرة ادعم سياحة بلدك بالغردقة بعودة السياحة الروسية بحضور فيكتور سيرجيفيتش قنصل روسيا العام بالغردقة والخبير السياحي زياد السيسي مؤسس مبادرة ادعم سياحة بلدك، ومحمد صلاح ممثل الهيئة العليا الفيدرالية الروسية للسياحة وحشد من الجانب الروسي. ودلوقتي وصلنا لنهاية الخبر، وأقول لكم برضو متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ومتنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا، وإلى اللقاء في خبر جديد في قناة عبير عامر، إلى اللقاء.